السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء. ها نحن معكم من جديد من برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. اليوم الصحيح راح تكون حلقة مختصرة جدا لكن فيها الفائدة العظيمة. سئلت هذا السؤال مرارا وتكرارا على رسائل القناة عن سلس البول، خاصة ممن يتقدمون بالعمر. بتعرفوا بتوضى وبنزل للصلاة بقول لك صار في نقاط من البول، أصلي أكمل صلاة أتوضى مرة ثانية، بقدرش يمسك حاله بسلس البول. فاليوم إن شاء الله وصفتنا لإخواننا وحبايبنا وآبائنا جدودنا، خذوا هالوصفة من أبو الأمين وإن شاء الله أنه غير تدعولي في ظهر الغيب. هذه الوصفة راح تعالج عندك عدة مشاكل. وصفة بسيطة جدا والله ما بتكلفك شيء. سلس البول، ارتخاء المثانة، ضعف البروستات، تضخم البروستات، كل هذه الأمور متعلقة بالبروستات. فخليني أعطيك شيء ينفعك، حكيت عنه في فيديوهات سابقة للي تبع علي. كنت أحيانا في الفيديوهات أعمل فلاشات إضاءات على هاي الوصفات. القرع العسلي، ركز على اللي أنا بدي أحكيه. القرع العسلي زي ما أنتوا شايفين صورته، هذا القرع بتحب تأكل منه حياك الله، بتحب تأكل بذوره تجيبها من عند العطار حياك الله، بتحب إشي أبسط لك بتروح عند العطار بتجيب زيت القرع العسلي، رخيص جدا، رخيص الثمن عند العطار. أنا ما بتحدث عن منتج نهائيا، أنا بتحدث اللي عند العطار رخيص جدا لا يتجاوز الدولار أو 2 دولار. زيت القرع العسلي عينة تقريبا 30 مل بتيجي من عند العطار، ثمنها لا يتجاوز الدولار أو الدولار ونص. بنأخذ ملعقة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت القرع العسلي صباحا ظهرا مساء 3 مرات يوميا، وشوف كيف سلس البول بيقطع عندك، شوف كيف البروستاتا بترجع طبيعية، لا تضخم لا ضعف لا ارتخاء مثلا، كل هذا بتنساه. إذا زيت القرع العسلي مع العسل، بتجيب لك كيلو عسل جبلي ثمنه 20 دينار يعني 30 دولار، بتخلي عندك ملعقة الصبح عسل ووراها نص ملعقة زيت قرع عسلي أو ملعقة قرع عسلي كبيرة، والظهر نفس الشيء والمساء نفس الشيء، كررها 3 مرات باليوم وشوف كيف بنقطع إن شاء الله عنك. وادعي لأخوك ولابنك وحبيبك أبو الأمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.